صحبات كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ كلشي لاباس؟ هانيين؟ كي داير مع الصحه؟ نظن غادي نقولوا مع كان تشابو غادي نقولوا شكون ميلودا شكون ربيعه. الاخت ديالي كما شفتوا راه ديجا راه بانت معاكم. هذا اليوم فقنا في الصباح يا لاله، غندير لكم الروتين اليومي. درنا الفطور ديالنا، فطرنا، وبعد ما فطرنا داكشي قالت لي اش غنديروا للغدا. قلت لها اش غنديروا للغدا؟ انا راه عارفه الدراري ولادي ما كياكلوش الرفيسه، ما كياكلوش البلبوله، يعني غادا نبروفيتي معكم كلشي داكشي اللي ما كنبروفيتيش وما كناكلش في داري، يعني غادا ناكلو مع اختي ان شاء الله. البلبوله بالحمر راس، سمعت عليه الرفيسه، باداز، كلشي هادشي ان شاء الله غادا نديرو معكم. قالت لي اش غنديروا للغدا؟ قولي لي شنو غنديروا للغدا، شنو بغيتي نطيب للغدا؟ قلت لها بغيت الرفيسه الزياديه. الرفيسه الزياديه هي ديال الحرشه. انا غادا نخلي لكم المقادير اللي غادا نخلي الكلمه الرابعه باش غادا تقدم لكم المقادير ديال الرفيسه الزياديه ديال الحرشه. صباح النور والورد والياسمين والزهور المشاهدين، كي داير لاباس عليكم؟ راه كتوحم عليا اختي، انا غادا ندير لها الرفيسه الزياديه الحرشه، قدميريه زياديه. كاين نص ديال السميده هنا، كاين فروج بلدي، اها زيدي المقادير، اها خرقوم بلدي، اها مساخن، اها البزار، اها سكينجبير، اها الخرقوم كيبقى اختياري ديال الكاغط، اللي بغى يديرو يديرو، ما بغاش يديرو ما يديروش. هذه البصله كنخليوها حتى الاخر، عاد كنفوروا عليها الحرشه. الحرشه هي كتفور، هذه كنطيبوا بها. والعدس بصله مقطعه بحال هاد ورقية عاديه مشلضه ورقيه، والحلبه والعدس والسمن والزيت البلديه، كاس كاس كبير بالحق ما عمرش ديال الزيت البلديه. ها هو الزيت البلديه، بسم الله. زيدي المقصوره، الخوت، هذه البصله، البصله خضاريه، ما بغيتش انا بصله اخرى، كتعجبني الرفيسه بالبصله خضاريه. هذا سكينجبير، هذا البزار، ملحه، خرقوم عرق بلدي، مساخن، راه معشق قطعتهم. نسات باش تدير بالعشق، هي كتبغي طيب بيدها، عندها الاختيار باش طيب بيديها، يعجبني بيديها، يعني عندها العبار في يديها. السمن، السمن ملح، السمن معلقه، معلقه كبيره ديال السمن. وما تبغيو عاوتاني كتديروا، راه كيبقى الاختيار اللي بغى يدير السمن يزيد السمن عاوتاني، النكهه ديال السمن. بلاتي والبنات، هاد الخيوط ديال الطحين وديال البطاطا بلا ما تلوحوهم، جمعوهم وغسلوهم وبرموهم وخبعوهم باش تبقاو تحسموا بهم الدجاج، كيكونوا صحاح هاد الخيوط، كيكونوا صحاح ونقيين، وتحزموا بهم الربيع ديال في الطعام، دي تحزموا بهم كلشي زوينين. كنجمعهم انا ما كنلوحهمش، في العوض ما تشريهم دوك الخيوط ديال الطحين وديال الخناشي ديال البطاطا والبصله، كتجمعهم بسم الله. ها الفروج، فرج بلدي يا لالا، لالا يا لالا. كديري كاس ديال الماء باش ما تحرقش لك العطريه. اليوم عرفتي غنطيح في القصريه ديال الرفيسه، غنطيح فيها على ظهري. شحال ما كليت الرفيسه؟ تقريبا راه شي عامين دابا ما كليت الرفيسه، دابا عامين مشيت للمغرب. بالحق ملي كنمشي للمغرب كيديروا لي الرفيسه، كيبرعوني بالرفيس والطواجن. ها ملي كتجي لاتاني كتاكل، ومن كنجي عند اختي تاني كتدير ليا الرفيسه. المهم هادشي الخوت اللي دابا ها هي غادا ترد، وغادا نوريكم الحرشه كيفاش غادا دير الحرشه عاوتاني، كيفاش تسجل الحرشه. ايوا صافي هادشي اللي طايب. ها هي غادا تمرق، تمرق هذاك المرقه، وغادا تعجن الحرشه. وانا الخوت غادا هاد التويب هذا، حتى اختي كدير هاد التويب، حنا كنا كنديروا هاد التويب هذا باش كتبقى ديك الحلبه والعدس يكونوا مجموعين، كيطيبوا مجموعين، وكنحطوهم هكا كنزوقوا بهم الرفيسه اللي بغا هي ياكلها، واللي ما بغاش ما يحطهاش قدامه. ها هي العدس رطباتو، والحلبه حتى هي رطباتها منقيه وكلشي ورطبتها، وغادا نجمعها في هذاك التوب هذا، غنجمع في هاد التوب ونطيبها في
ها انتم الخوت شوفوا ها هي كيفاش جات هذه، كندير ليها بحال هكا وكنجمعها كطيب بحال هكا، دير مع الفروج طيب باش طيب حيت الحلبه من المغرب بلديه تقدر تشد لينا الطياب. ها انتم وكديرها في وسط البرمه هكا، ها هي دارتها تما ومرقات. دابا غنخليكم باش تشوفوا ان شاء الله تشوفوا العجينه ديال كندير شويه ديال الزيت كما راه كلشي اي واحد كيعرف الرفيسه ديال الحرشه. هذا السميده خلعتها باش تقرص، هي هنا كنساعدها، درت الزيت مع السميده شويه ديال الملح على حساب الذوق. ها انتما مع الخوت كتجمع هذيك السميده حيت عندها المقله صغيره، غادا تقسمها على جوج حرشات باش يطيبوا مزيانين. صغار كندير عندي داك المقطع ديالهم داك المول ديالهم كنقرصهم فيهم هكاك الدراري باش كيبغاو يديروا بهم الكوطي ولا شي حاجه، ولا كيكونوا حرشات معمرين. هي لا تبارك الله كتعجنها وكتهزها هكا ديريكتمون. شوف الاخوان دابا انا طابت الحرشه غنوريكم كيفاش كندقوها، حنا كندقوها بالمغرف ولا اليد ديال المهراز. اليد ديال المهراز ما عرفتش فين غابره ليا معايا، الله تحولت لفوق ما عرفتش فين غابره ليا، لا ندير المغرف ونوريكم الطريقه كيفاش كدك الحرشه ديال الرفيسه كيفاش كدير ليها. ها انتما المنبر اللي علمتنا كل شيء الحمد لله، ما خلاتناش ما حملتناش، علمتنا كل شيء، جينا بديورنا جينا معلمين كل شيء الحمد لله نعمة التربية. الله يخليها لينا يا ربي. الاخوان ديالي هذا درت هاد البابيلا منو بحال هكا باش اللي ما عندوش داك البلاستيك ولا البرمه ديالو ما كترمش على 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 الكسكاس. كندير هاد البابيلا منو من هنا باش كي انتما باش المهم طريقتي هادي انا باش كيتسمت هكا. وغادا انا عاد كنوريكم وهذا داك ديك السميده اللي بقات هي معكم اختي غادا توريكم. قال لك كما كيقولوا قال لك وحده تحلي وحده تشد من القرون
هي دعوتي انايا ها تما معاكم الاخ اختي باش تقول لكم شنو غادا دير غتفورها. دقيت الحرشه درت داك الغليظ اللي الغليظ درته لتحت والرقيق درته من الفوق باش كتفور مزيان وداك الغليظ كيشرب المرقه ولا كان راه كتبغي المرقه في هاد الحرشه كتبغي غير مرقه زايده. المهم هي دابا دارت تتفور هادو المسخن كما قلت لكم هادو المسخن يعني حتى الاخر عاد كنزيدو هاد المسخن خلاصنا هما الفيسه هي فارت دابا غنحيدو داك الورق ديال سميتو ديال البصله باش ما يبينش لينا الفيسه خضراء هيطلع غير ريحه هذه الزبيدة ديالنا البلدية اللي دابت راني قلت لكم وحده تحلي وحده تشد من البرانا عا كنساعد انا ما كنعرفش نطيب هما اللي فاشوا على الكاميرا اختي ما مفاش هكا على الكاميرا شتي كيفاش كيفاش كدير ليها كتسقيها مزيان ها نتوما بغي المرقه تكون بزاف 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 وكتديريها كتسقيها مزيان ماشي بحال الطعام كتسقيها مزيان وتغطيها حتى كتشرب حنا غندير لكم داكشي ديال اللي ربونا عليه والدينا واللي علمونا والدينا نتوما المشاهدين كديري الطبق تغطيها بالطبق وديري واحد الزيت باش كتشرب ملي كتشرب خاصك تخلطيها مزيان بحال هكا باش كتشرب يعني كتحركها كتخلطها مزيان المهم كتسقيها وكتغطيها بالطبق وكتخليها حتى كتشرب ديك المرقه ديالها هي باش ما الفروج ما يهزش ليا المرقه باش ما تمرش المرقه حيد داك الخيط اللي درت حنا كنسقيوها بالزبده ملي كتسقى بالمرقه وداكشي كنسقيوها بالزبده وهذا غادي نديرو سميت عليه الحلبه ولا الحلبه كيفاش جات المهم الاخوان كيفاش جاتكم ها هي الرفيسه الزياديه وبالزبده بلديه هانتوما راها مسقيه بالزبده بلديه وكتجي رائعه البنات هذه هي الرفيسه هذه هي ما كنديروش ليها حنا داك البيض وداك التخربيق ديال هكا تزوقوها بالمشماش ولا البرقوق ولا البيض وداكشي يعني ما كاينش بحال حاجه طبيعيه كتجي زوينه وكتجي بنينه كتجي رائعه
وبالصحة والراحة، واللي ام حماد تسمح لينا بصراحة، واللي تشهاها وبغى يجي عندنا مرحبا والف مرحبا، ونوريوه الرفيسة الزيادية باش تذوقوها وتقولوا لنا في الكومنتات كي جاتكم الرفيسة ديال الحرشة.